السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله أينما كنتم وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. هذا بث لتصحيح التلاوة، وفي جروب خاص داخلين معايا في التليجرام يقرؤون للحصول على الإجازة والسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم راح يكون البث على المباشر، لأنه كثير من الأخوة والأخوات تواصلوا قالوا أين البرنامج تصحيح التلاوة، احنا كنا نتعلم من التصحيح من التصويب، أين هذا البرنامج؟ فراح يكون هذا البرنامج أمامكم إن شاء الله تعالى، وتتابعوا كيفية التصويبات والتصحيحات، وبإذن الله عز وجل راح تفيدكم كثير بعونه تعالى إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا الآن خلصنا صلاة المغرب، انتظر بس الطلبة يخلصون من الصلاة إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك نبدأ الدرس إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أبو محمد، يا مرحبا بك، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا عبد الله، يا مرحبا. الله يرضى عنك، يبارك فيك يا رب، الحمد لله رب العالمين.
أهلا يا خباب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك الشيخ؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. يلا يا خباب، وين وصلت؟ أي صفحة؟ 25 إن شاء الله. يلا تفضل. بس خلي ناخذ نفس نبدأ إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لا، خذ نفسك اليوم على الترجف، نفس مبين عليك التوتر، خذ نفسك. لا، تمام ما أحسن. خوش. اي 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 هذه وعندك الخاء، شوف خاء خلق السماوات والآ، لين صارت عندك والآ، الله يرضى عنك، ركز. تمام شيخ، تمام. إن في خلق السماوات والأرض، شوف والآ يلا. إن في خ كسر، حقق الكسر، تمام شيخ. الله يرضى عنكم إن متابعين ماشي الأكارم. هذا جروب خاص، هذا الجروب اللي يطلع يقرأ الآن معايا، هذا جروب الحصول على الإجازة اللي هي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس بث عادي أنه اسمع اقرأ السلام عليكم في مال الله ما أعرف إيش، لا، الله يرضى عنكم. هؤلاء طلبة موجودين معايا على جروب خاص في التليجرام، يعني الآن خباب واصل لصفحة 25، في طلبة عابرين صفحة 30، فركزوا، الله تعالى يرضى عنكم. أخي البراء، هذا البرنامج هو برنامج الإتقان في القرآن، هذا لطلبة الذين داخلين معايا للحصول على الإجازة، أرجو أن يكون هذا الأمر واضح، الله يبارك فيكم. نعم يا خباب، يلا. إن في خلق السماوات والأرض لا واختلاف لا نعم شيخ والآ لا تقل والآ والآ والأر والأرض والآ تمام شيخ والأرض واختلاف لا، والآ والآ أه أه يعني والآ عاد لا تتفخم عندك، تتفخم، لا تتفخم. ماذا أحس بها سبحان الله، يعني ولا أعرف يعني إن هذا، بس ماذا أحس بها سبحان الله. ماشي. والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من لا، ركز السماء. ركز خباب. وما نعم أنزل شوف أنت لما كان عندك صوت اللام، لام مفتوحة راح تنتقل إلى اسم الجلال الله، الله راح تفخم اللام من عندها، صارت عندك اللام مفخمة، وإيش قلت؟ وما أنزل شوف أنزل الله، هذا خطأ، أنزل الله، شوف لا الله. تمام شيخ. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به لا، الأرض. اقطع الهمزة زين، فأحيا، الله يرضى عنك، ركز لي على الهمزة، والحاء ساكنة أريدها رقيقة ولطيفة. تمام. من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. صعدت، الله يرضى عنك، الأر، أهلا أبو ماذا يحيى، رضوان، يا سبحان الله، مرحبا أخي ما أبو كانت يحيى. تأخذ عندي والله شيخ، ما كانت مسسس. الآن أخي خباب، عتقول الأ
صح تمام. الأرض، ركزوا لي كثير من عندكم إخواني أخواتي، تفخمون الهمزة اللي هي قبل الراء، الراء ساكنة قبلها مفتوح، فراح نفخمها للراء ونفخم الهمزة معاها. هذا خطأ، يجب أن نخلص المرقق من أن يفخم. الله تعالى يبارك فيكم. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب وبث وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح خلي راء والسحاب. مستقرة، باب خلي راء مستقرة وتصريف الري. شوف هذه مال راء الرياح، ما أريد تلعب أي الرياح يعني لأن عمر تقصد وقفة خفيفة لأن بها راء ساكنة وراء متحركة، تمام شيخنا؟ أشبيها أشبيها يعني هسه هي الراء مشددة عندنا، مو صح بها يعني راء مكسورة مشددة وراء بماذا؟ ساكن. دقيقة، مشددة بماذا؟ يعني مش بالترقيق مشدد أكيد يعني مشددة، مرقق. مشددة بكسر، مشدد أي بفتح، بالترقيق. مشدد بضم، تمام. مشدد بكسر. نعم. إذا أنا عندي راء ساكنة ثم راء مكسورة، الراء الساكنة تتبع حكم الراء التي أدغمت فيها، أدغمت في تمام. راء مكسورة فإذا مرققة، فإذا ترقق الراء الساكنة. الرياح، أنا أريدها الراء مستقرة عندي، ما أريد تكون مذبذبة. تمام شيخ. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الموسى، دير بالك تمام تمام لا شيخ تمام. تخليها تتأثر بالخاء. من زين، قد ما بالي يم الخاء بالك سبحان يا الله. ام الخاء، ما شاء الله ما شاء الله، بالك همينا، الله لا يخلي بالك. نعم، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين ما أريد هذه السماء المو، ما أريد المو، المو ما ميم مو، المو المسخر. المسخر لا لا، أقول المو، أريد صفيل الميم، أنا ما أريد المو، المو مو مو المو المسا المسا المسخر لا المسخري. شوف، راح الخاء مشددة، راح يكون عندي خاء ساكنة ثم خاء مفتوحة، الخاء المفتوحة راح أنا أفخمها، ما راح أقول المسخري. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لقوم، شوف لقوم، ليش شنو له علاقة الواو بالتفخيم؟ لقوم، لماذا أفخم الواو هكذا أنا؟ ما الله يجوز تعالى هذا يرضى صح. عنا. لآيات، تمام شيخنا، يلا لآيات لقوم يعقلون. العين، العين، العين البينية، العين الساكنة بينية. يا يعقلون. يا خباب، شنو هاي نعم خباب؟ تمام شيخ. شوف، يعقلون، اريد العين عميقه وكانه عم تبلع شيء وتحس بانزعاج في المخرج، وانطيها البينيه عشان اسمعها. تمام شيخ. يعقلون. لا، ما حلوه، ما حلوه، ما حلوه خباب. تمام شيخنا. يعقلون. أنا أجيبها والله، شو شو قمت أخربط والله والله أعرف. لأنه صار بث، لأنه صار بث مباشر. سبحان الله. هذا على مود تعرفون، هذول الطلاب هم طلبة جروب خاص للإجازة، للحصول على الإجازة بالسند طبعا برواية حفص، وما شاء الله طبعا بالجروب ياخذون راحتهم، ماكو بثوث، لكنه أنا طلعت بث مباشر مع الطلاب اليوم
لأنه الأخوة والأخوات قالوا أين تصحيح التلاوة، أين تصحيح التلاوة، يعني إحنا نتعلم من هذه التصحيحات، من هذه التصويبات. فطلعت، فاليوم خباب متخربط، مع العلم خباب أبو البثوث، يعني أبو خباب أنت أبو البثوث يسمونك. سبحان الله، انا يعني مو تشديد، يعني احس يعني سبحان الله لازم اتوتر، يعني من اتوتر سبحان الله تروح ال... يلا يلا، خير 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 خير، يلا لقوم يعقلون. احنا عندنا الميم التنوين المكسور، لقومي لقومي لقومي، هكذا انا اعطيها حق الكسر مالتها. دائما احنا عندنا اختلاسات الحركات، خاصة الكسر لما يكون عندي ادغام او اخفاء. خلي بس أحضر هذا شيخنا دقيقة. روح. لقوم يعقلون. يلا كمل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا، راح تعيدها مرة أخرى هذه. ومن الناس من، شوف احنا سويتها هذه النون مع الياء، سويتها يا صافية. أنا أريد أسمع غنة، الله يرضى عنك، أريد أسمع غنة، الله يبارك لي فيك. أين الغنة في ذلك يا خباب؟ مي نعم شوف مي، إذا أنت الآن أريد أقفل فتحتي الأنف بالسبابة والإبهاق، مي مي، ما أريد يصير مي. إحدى الأخطاء الشائعة في الإدغام بين النون والياء وبين النون والواو أنه أجعلها ياء صافية، أجعلها واو صافية. زين، فانتبهوا بارك الله فيكم حتى تكون هنالك غنة مرة أخرى. وخباب شوية اليوم ثقيل القراءة عليك. ومن الناس من يتخذ من دون الله، خليك شكل ماشي مرتاح ماشي وهادئ ماشي ومثل ماشي عادته. يعني ماشي اليوم طلعنا بث مباشر، ايش راح يصير بحالكم اليوم؟ يعني كنتوا بالجروب مرتاحين، ها؟ تعودنا على الأجواء مال الجروب، صارت طبيعي يعني نقرأ براحتنا. سبحان الله. يلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف هذه ركز لي عليها، ممكن تصير عندي بالغلط مثل ما سويتها شوية، ايش بو بو، هكذا راح يصير عندي نوع من التفخيم، هي بابي بو وضم الشفاه الى الامام جيدا حتى تيجي معاك مرققة وجميلة جدا. يحبونهم كحب الله، ايوه والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا اها إذ الان الضاء، شوف هذه ضاء، ظلموا، لا اقولها ظلموا، لا ظلموا. تفخيم أكثر. تمام ايوه شيخ، ايوه ايوه تمام ايوه شيخ. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ما أريد النبر في اسم الجلال، الله لله، أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ايش حيصير عندك قبل اسم الجلال؟ مثل اسم الجلال الله جل جلاله ربي تبارك وتعالى، انزل كان عندك لا، فصار عندك لا الله، شوف لا بالاخير. والان ان، شوف انا بس اريد انتقل نهايه صوت النون واروح على اسم الجلال الله، هيصير عندي تفخيم نهايه صوت النون، يعني فخليها استعجل،
تقصد استعجل قبل يعني اي نعم بالاخير سويت. اخذ انت ايش نقشت اللي منك. عندك خباب؟ انا عاد افكر انه انا افخم اسم الجلال الله، فانت عاد تستعجل، فعيصير عندك نهايه صوت النون نهايه صوت اللام اللي جاء قبل اسم الجلال الله تفخيم، فانا اريد انطيها حقها. انا هي انزل هكذا، وانا انطيها الترقيق مالتها، ان الله انزل الله. نعم وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ ليش رجعت؟ اتُّبِعُوا. ليش رجعت على هذا انا اريدك تكون مرتاح، لا تتكلف. نعم شيخ. اذ تبرأ لا 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 تقرأ هالشكل، تمام انا تمام اريد شيخ. ان تقرؤون القرآن، اريد تكونون مرتاحين تماما، لا تكلف. دائما عندي قاعدة، باللطف في النطق بلا تعسف، خذ راحتك، الله تعالى يرضى عنكم. نعم شيخ إن شاء الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الو الله، الأسباب. شوف 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 خباب، كانت وتقى ممتازه، لكنه لما راحت على الطا ايضا الطا مفتوحه، فانا همين اجيبها تفخيم مالتها، وتقطعت القاف والطاء، والطاء راح تكون شويه فيما يبدو للسامع اعلى قليلا لان فيها اطباق، تخيل. يلا وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما واضحة، فنتبا هي فنتبا فنتبا، ها تمام شيخ. يلا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا تب تبا من تبا نفس الشيء تبا ايوه ايضا صارت تبا تبا تمام تبا كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله شوي أعمال. شوي 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 دقيقة اختلست الحركات شوية. يريه تمام شيخ. لا تستعجل على الكسرات، يعني ياؤها مكسورة لازم أنطيها وقت. انه تمام انت تفكر بما بعدها، انت شنو اللي تمام حيصير عندك؟ تفكر بما بعدها، انه انا شلون راح اجيب التي بعدها، فانا ايش؟ هتستعجل على هذه الكلمة، وممكن يصير عندي اختلاس في الحركات، او ممكن انه انا افخم مرقق منها، فانتبه. صح شيخ. كذلك يريهم الله أعمى. شوف هم نفس استعجلت؟ الحالة، لا صارت عندك يريهم الله، فخمت الميم، وانت تريد ان تنتقل الى اسم الجلال الله المفخم اللام فيه. ها نعم يا شيخ. جماعة الخير، اسم الجلال الله ان سبق بفتح او ضم فخمت اللام من الاسم، وان سبق بكسر او ياء رققت اللام. فهنا لابد ان ننتبه، الحرف الذي هو قبل بالكلمه قبل اسم الجلال الله، ان كان حرف من حروف الاستعلاء ما عندي مشكله، افخمه افخم بعد ذلك اسم الجلال الله، لكنه لما يكون عندي حرف مرقق ميم لام نون، فهذه ننتبه انه لا افخمه تاثيرا بما سياتي بعد ذلك. فاقول يريهم، شوف الله، وهذا خطا. ايش يريهم الله؟ مو وليس مو. نعم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم عليهم تمام عليهم أنا أقرأ الكلمة التي قبلها حتى أشوفك شلون راح تجيبها مع التي قبلها.
يلا يعني قصدك بس شنو عندي مشكلة بيا شيخ، لأنه هذه تراني ماذا أعرف. كسرة كسرة الهاء. ها تمام شيخنا تمام. أعمالهم حسرات عليهم، تمام شيخنا، نعم وما هم بخارجين من النار. يا أيها لا لا لا، الناس، خليك هالشكل. يا أيها 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 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا ها، شنو طيبا. اليوم شغلتك مع الأرض؟ اليوم عندك الهمزة مفخمة، شنو شغلتك مع الأرض؟ بعدين أقول لك بالخاصة، أقول لك شنو السبب. يلا خير خير. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لا 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 ولا لا، ركز، عندك حلالا طيبا، تنوين وفتح جاء بعدها طاء، فهذه تفخيم. مفخمة مرتبة ثانية بمرتبة الطاء، طاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، فتصير حلالا طاء حلالا طيبا. حلالا طيبا، بعد حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا، بشعبة بشعبة. يعني سايب شعبة، أنا قرأتها بشعبة على أساس يعني ما ظهرت، مو إسكان إسكان الطاء إسكان. أعرف إسكان الطاء بس ما سكنتها صحيح. لا لا، دير بالك، لأنه إحنا عندنا بالضم في برواية حفص، وشعبة بإسكان إسكان الضم. الطاء، نعم تمام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أعد في حفص الآن. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تمام شيخنا. إنه إن لكم، كسرة كسرة كسرة، إن دائما الكسرة للهمزة التي قبل النون، يعني مثل هذه النون المشددة، أو يكون فيها إخفاء أو إدغام، لابد أن نركز أنه ما أختلسها، ما أقول إن ولا أقول إن، لا أمط ولا أختلس. إنه لكم عدو مبين. شوف ايش صار عندك الان، عدو عدو، تركز ترجع الشفاه الى الوضع الطبيعي، وبعدين لا تقول عدو عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم، إن أيضا أيضا، البارحة كانت الكسرات مالك أحلى أجمل، كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله أبو مريم سبحان الله، هاي النون كل ما تدرب مرات تأخذ مني، يعني النون من تجي مشددة سبحان الله تأخذ مني يعني. لا إنما لا ي... لا لا، إنما إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم شيخنا. أريد سامعك، أريد تعيد لي يأمركم، لأنه أنت سحبت الضمة مع الكاف إلى الميم، وبعد ذلك بينت في الإخفاء الشفوي، واضحة تمام بينت، شيخنا. فأريد منك يأمركم بالسوء. يأمركم لا لا لا، أصير عندك كوكم، إحنا دائما نركز على الكم والتم والهم، ما أقول كوم ولا توم ولا هوم،
كوم توم هم لا أقول كوم توم هم ركز يأمركم بالسوء والفحشاء. نعم بارك الله فيك الله تعالى يرضى عنك جزيت خيرا أبو مريم، آسف تعبناك. لا أخي لا أقول يا الله لكن شلون بس أنا أريد أشنو لا تكون فراتك بالبثوث أنا ما عاد أشوفك بالبثوث بس لا هي يكون فراتك أثرت علي مال الأرض البارحة، هاي المشكلة، بس بعدين أقول لك شنو ما السبب. هو أنت ولا ما طلعت ببث وخربطت عندك الأرض اي طلعت ببث البارحة وكل حاجة يوقفني عليها وخربطني فيها. ماهر عمر ايش قلنا ماهر عمر ايش قلنا حتى سبحان الله ورا ما يعني نزلت من البث ندمت، قلت بعد ما اصعد يعني مو كسرة بي ولا بس على لانه واه يستمر على واه يستمر الندم عندك على واه هذا الندم لا يستمر لا ان مدى شاء الله. هذا تعرف ليش ابو مريم؟ لانه انا اعرف الارض ما كان عندي بيها مشكلة، يعني كنت اقراها يعني ما عندي مشكلة بيها، لا افخمها ولا، بس ركز لي يعني قال لي انت جعت قلقل الراء وصارت عندي خربطة، وسبحان الله يعني الحمد واليوم لله. كل الأرض الهمزة عندك مفخمة سبحان الله اي لانه خربطني بيها وقفني كثير بيها. طيب نقرأ من اسمع من محمود أبو زيد خليك بالأخير أنت الله يرضى عنك شيخ نحصر احصروا عندك يا ترى راح يظل يفتر بالبثوث أنا بدي أقول لك والله ماهر ما أخو الشغلة هذه مال خباب وتندم هو قال لك أنا تندمت ويا ريت هذا يوميا الندم يبقى تندم. طول عمره عمار شنو رأيك عمر؟ والله انا اقول نلغي التيك توك من عنده احسن شيء. ايوه احسنت 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 والله لانه ما يقعد راح صدقت نعم سبحان الله العظيم والله يدير بالكم يا اخواني واخواتي من البثوث يعني في بثوث مختارة انا فقط انصح ببثين فقط لا ثالث لهما وانا مسؤول عن هذا الكلام امام الله سبحانه وتعالى بث الدكتورة لارا اولا واخيرا وبث استاذ زين العابدين زين شو تقولون بالله عليكم خباب عمر بث الدكتورة لارا وبث زين العابدين شنو رايكم صداقة والله شيخي كلش ممتازين. بس اما غيرهم ما انصحكم تصعدون ولا تشوفون ولا تتقربون عليهم لمن اراد ها لمن اراد ان يتعلم احنا عندنا قضية الإتقان الله تعالى يرضى عنكم محمود صديق أي صفحة صفحة 20 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته خباب سجل لي بالأجندة عندك كلمة الأرض وسجل لي بالأجندة عندك الكلمات المرققة التي قبل اسم الجلال الله سجل تمام بالأجندة شيخنا، إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. الله يرضى عنك هذه مهمة جدا وتظل تشتغل لي عليها يلا يا محمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يا محمود لا الله تعالى يرضى عنك يعني أعوذ لا بأس بها لكنه أنا أجي إلى بالله لا تمل صوت الألف الرجيم الراء كانت مرققة عندك الله تعالى يرضى عنك فركز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا دقيقة دقيقة أنت من ضمن الكلمات اللي كانت مرت معاك في الصفحة السابقة
اللي هي ومن ذريتي، صح؟ صح، بس اضطره اكثر وحدية كانت. ايوه. والان هسه الان راح جتنا نفس الشيء، ركز لي، الله تعالى يرضى عنك. ان شاء الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا منك الآن، إيش أريد من عندك؟ شوف ماذا قلت لك، مثلا عندك كلمة منذ، قل منذ رأسا، إيش لما تقرأ منذ أمد بعيد تعرفت على جماعة من الأصدقاء، هم خباب وأبو زيد وعمر وماهر، ويا ليتني ما تعرفت عليهم. شوف هاي منذ، أنا بحكي لهم قصة هسه الآن، تمام؟ انتبه انتبه الآن، أنا عاد أقول منذ، لما أنا تجيني المكسورة نفس الحالة، أنا أروح إلى الذال، من شوف منذ، يلا ومن لا ذريتي. تستعجل على الغنة وانطيها المجال، الغنة من الخيشوم، ولا كانه تسوي لي اياها هالشكل من، لا ومن ومن شوف ومن ذريتي، لا هي ومن ذريتنا، نعم. تمام. ومن ذريتنا. هذه الراء ليست صحيحة، هذه الراء كما ذكرت لك في اليوم السابق، على هذه الراء، الراء مرققة، ذريتنا ذريتنا. ومن ذريتنا لا أمة. لا نبدأ، لا نبدأ بأم، هي همزة مرققة مضمومة، ليش أنا أقول أم؟ هي أم أو أم أم وليس أم، ننتبه، الله تعالى يرضى عنكم. شنو اللي يخليني أنا أفخمها؟ الميم، لما أجي أنا أريد أطلق الشفاه بالميم راح تطلع عندي هالشكل مفخم، أم أم، هي هذه خطأ. أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. لا، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. أنا الآن أريد أطلب التوبة من الله عز وجل، فما أعلي الصوت، أنا ما عندي مواضع للنبر حتى أعليه، أرنا مناسكنا. أنا الآن في مرحلة أو لحظة انكسار مع رب العالمين، أطلب منه التوبة من الله عز وجل. شوف أنت من تختلي برب العالمين وتدعو الله عز وجل، كيف أنه تكون أنت في لحظة انكسار، ما تعلي صوتك. إن شاء الله. وأرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا أعيد من البداية وركز لي وخذ نفس عميق واتفخم، ويعلمهم فيهم كسرة الهاء، أريد عدم اختلاس الكسرات، هذه مهمة جدا، إتمام الحركات ينطيني جمالية ورونق الكلمة القرآنية، إتمام الحركات علم لوحده، والله تعالى يرضى عنكم، وهذه من دقائق علم التجويد. فركز ولا تفخم الهم أو الكم، هذه حكينا بها كثير، الله يبارك فيك، وارجع من البداية. إن شاء الله أستاذ.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حلو التخليص، جيد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اقرأ لي لمن الصالحين لوحدها. لمن بعد الصالحين شوف، تعرف شنو اللي يميز الصاد ايضا ما عدا كونه حرف من حروف الاستعلاء؟ الصفير. لمن شوف، لا تخليها في مرحلة من المراحل وانت تقرأها يخفت صوتها عندك. شيخ، إذا تسمح لي في كلمة لحن جلي، قال نفسه، يعتقد هي نفسه. عفوا شيخنا، آسف وين؟ للمداخلة. كلمة قال نفسه وهي نفسه. وين محمود؟ والله يا أستاذي هي موجود يعني بنص الآية، بس ما أعرف إذا قلت نفسه، الله أعلم، بس هي مكتوبة قدامي نفسه، فالمفروض قلتها نفسه، فإذا أنا مخطئ لربما قد يكون فعلا لا خبابه مركز أكثر مني، ولكن يلا أنا قرأتها أعتقد نفسه يعني. يلا، شو ارجع عليها. تمام إن شاء الله. العفو أستاذي، راح أعيد الآية من البداية إن شاء الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. طبعا توقفت عبالي تكلمت أستاذي. لا لا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له لا لا لا، انطري خاول الذال، انطري خاول الذال بعد، لا تقطعها هالشكل، من تقطعها راح تصير بالأخير كأنه قلقلة. إذ قال إذ قال عفوا استنى، إذ قال له ربه أسلم. ما أعيد مرة أخرى. إذ قال له ربه لا لا لا، الباء 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 شديدة مجرورة، أريد بعد الباء قوية. ربه إذ قال له ربه لا، أسلم. ما راح انا اسوي ربه هو قلل قطر التكوير. إذ قال له ربه أسلم، نعم، قال أسلمت لرب العالمين. نعم ووصى بها، نعم أعيد. ووصى بها. لا، كان الأولى جبت الصاد مضبوطة نوعا ما لكنه فخمت الواو الثاني، الآن رققت الواو الثانية لكنه صاد ما مفخمة مرتبتها. ووصى بها ووصى بها. تمام أستاذي. م. ووصى
بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله، من هنا أقرأ مرة أخرى؟ إن الله اصطفى لكم الدين لا فلا لا لا لا، قف قف، أنا أريد بعد اللام من اسم الجلالة، الله تفخم بطريقة منضبطة بعد أكثر. إن الله اصطفى لكم لكوكوكوكوم، وفخم بعد اسم الجلال الله من غير تكوير في الشفاه، أريد تفخيم بعد. إن شاء الله. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف هذه، وأنتم مسلمون، صارت التم والميم مسلمون، شوية بيها تفخيم، وأنتم مسلمون. شوف، أريد تنطيني الترقيقات مالتها، الاستفالة. إن شاء الله. وأنتم مسلمون. ما أريد هذه، مسلمون، مو مسلمون. وأنتم مسلمون. أحسنت الآن. نعم، الحمد لله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ها، شوف، حلال حلال حلال، تذكروا دائما كلمة حلال، حلال حلال، حضر حضر، حاضر حتى لا أقول حضر حضر، حضر، الله يرضى عنك. والله أستاذي، أغلب مشاكلنا بسبب هذا الضاد، دمرنا هذا الحرف. سبحان الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف الآن، ما تعبدون بدون من بعدي، ركز لي، لا تفخمها، بدون، إن شاء الله. إذ قال لبنيه ما تعبدون لا لا من لا لا لا، شنو هاي، ناشفة العين، ايش هذه، دير بالك كأنه عم تبلع. إن شاء الله. إذ قال لبنيه ما تعبدون لا من لا 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 لا، تعبو تعبدو بودو بودو بودو، وليس بودو بودو. اسمعوا، الله يرضى عنكم يا من تتابعون الآن القراءة، الله يكرمكم، حتى من نقرأ مثلا في الفاتحة نعبود بودو، هذا خطأ، الله يرضى عنكم. شنو نصف حرف الحسين؟ نصف حرف ماذا الحسين؟ اي نعم، كمل محمود على ما يكتب الحسين، بس شفت مرت عيني على تعليقه، انا إن ما شاء اشوف الله. اكثر التعليقات، ما اشوف، انا مغمض عيني واسمعكم ترى. نعم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. الحلو بيك انه عندك النفس مسيطر عليه، احلى شيء بقراءتك، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، احسنت. الحمد لله والشكر لله. مهمة هذه، قضية كثير منهم، كثير طبعا، خباب ابو البثوث، ابو البثوث انت تعال تعال، ابو البثوث، ها ابو البثوث، عفش وينك يا ابو احمد. البثوث؟
ابو البثوث، انت شفت، انت شفت شفت يركز احد بالبثوث اللي تطلع عليها على قضيه النفس؟ لا والله شيخنا، حتى انا دائما اشوف من واحد يسجل له خمس كلمات يسجل له وينزلها ويرتبها، ما يقدر يقرا يعني ايه كامله، يعني الاغلبيه يعني صراحه، وانا منهم يعني، انا مو قارئ بس يعني اقصد الاغلبيه خمس كلمات ويتوقف، اكثر ماكو، لانه ماكو نفس، لانه ماكو طريقه احد يقول له تنفس بقى. نصف نصف السيطره بالقراءه والذهاب التوتر يعني تقول انه مرتبك والخوف والرجفه بالتنفس الصحيح. نعم. اكمل استاذي؟ يلا كمل. ان شاء الله. ونحن له مسلمون. حلو، تخليص حلو، لانه عندنا الميم مضمومه، السين ساكنه، ممكن اقول انا موس اسحبها الى السين. جيد، يعني قرأت جيد محمود، كمل. الحمد لله، الحمد لله. تلك أمة. عاد انتظرك يعني على، انا عاد انتظرك بها الأم، شوف الأم هي أو أو أم 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 وليس أم أم، دير بالك. تلك أمة قد خلت. حلو، حلو التفخيمات، حلو الغنة، حلو. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولكم ما كسبتم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا. وقعت، ها وين وقعت؟ عما، مثل كأنما نبرتها. ما كأنما، بل نبرتها. كأنما. ما تلطي ابدا بتفكر، يعني فعلا انا قصدي يعني نبرتها، ولكن سبحان الله جد كأنما ما اعرف شلون جد. يلا الله يعطيك الصحة والعافية أستاذنا، تمام السعيدة إن شاء الله. إياكم يا رب، وإياكم يا رب. ولا تسألون عما كانوا يعملون. كانوا، ما موضع نبر هذا؟ ليش أنا أقول عما كانوا يعملون؟ كانوا، احنا أنا قلت لكم إياها، هي خرزات، خرزات تتبع خرزة، بس تنبر بكلمة، راس تنبر الكلمة اللي وراها واللي وراها واللي وراها واللي وراها، وخلص ضاعت عليك الحسبة. احنا نريد الآن ايش نسوي؟ احنا نريد نقضي على هذه القراءات والتلاوات الخاطئة المنتشرة اليوم. الله تعالى يرضى عنكم. يلا. ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسنت، بارك الله فيك، الله تعالى يرضى عنك محمود. جيد، كان تحضيرك لهذه الصفحة ممتاز، أحسنت، ما شاء الله. الحمد لله شيخي، هذا بفضل الله تعالى ومن ثم بفضلكم، ولله الحمد والشكر والمنة، جزاك الله عنا خير الجزاء. بفضل الله علينا وحده هو سبحانه وتعالى، ولكل مجتهد النصيب. دائما أنا أقول النصف على المعلم والنصف الباقي على الطالب. طالب إذا كان فعلا ناوي أن يتقن كتاب الله عز وجل، راح تشوفه يجتهد من هنا وهنا وهنا، ويبحث ويستمع ويتابع ويدقق، بينما اللي بس والله همه يصعد على البثوث وطالع بث ونازل بث وعملات وياخذ لي عملات وما أعرف إيش، هذا لا يتعلم ولا أصلا. راح دائرة القرآن دائرة محمية، كم من واحد دخل إلى هذه الدائرة وطردته دائرة القرآن؟ دائرة القرآن ما تدخل عليها الخبيث، إذا دخل واحد عليها بخبث راح تطلعه وتطرده هذه الدائرة، راح تفضحه هذه الدائرة، ما تقبل هذه الدائرة، دائرة القرآن إلا الخلص. ليش؟ ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الخلص المصطفين
هؤلاء الله تعالى يرضى عنكم. طيب ماهر ولا عمر؟ اختاروا انتم بيناتكم. هسه ماهر راح يقول خلي عمر يقرا. اسمع. نعم شيخ، خلي عمر يقرا. الشبكة عنده ضعيفة، مشان الشبكة ما تروح. والله ما اعرف عاد الشبكة بالنسبة لعمر شلون. عمر اطلع هو. يمكن ما السلام ما عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا أسمع مضبوط بس ما أعرف تسمعوني مضبوط أم لا؟ لا لا لا، نسمعك مضبوط جدا، والحسين أيضا يسمعك مضبوط. يقول خلي عمر يبتعد عن الوسادة. الله المستعان. أقرأ شيخي إن شاء الله من صفحة 31. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا خليك بركز معنا. شوف الآن. فمن لأن راح يجيك الراء والضاد مفخمة، فننتبه إلى الفاء. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا في الحج. وما تفعل. لا لا لا، في الحج. لا لا تنطيني أي زيادة. ولا جدال في الحج. لا بس قول شيخي الله يحفظك. ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج. شوية ج. تمام شوية. لا مشوبة بهمزة بالأخير. ولا جدال في الحج. لا الحج. لا أكو الحج. حجي حجي. أكو 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 همزة بالأخير. نعم من عدا الغيها ما عاد تتقلقل. الحج الحج. هذه ايش راح نسوي؟ ايش راح نسوي احنا؟ نكتبها. ايوه بالضبط. الله تعالى يرضى عنك ويرضى عنك إن شاء الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. خليك مركز. خليك مركز على يا خير. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ركز لي على كسرة الميم. من وما تفعلوا من خير يعلمه الله. من نعم من وما تف ما مي ما مي 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 من لا مو من وما من يا عمر من يا عمر من يا عمر مي من مو من هذه من أنا أريد من يلا مين. وما تفعل مين. نكتبها هاي إلا قلتوها صح؟ لا لا وما تفعلوا بس الآن تبين إذا قلت صح. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لا ما مرة أخرى. وما تفعلوا من خير هكذا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه من أنا أريد. شوف عمر أرجع إلى حالة الحرف لوحده مع الحركات. ما مي مو ما مي مو ما
في هذه المية تجيب لي مي مو. أنت عتقول من، أنا ما أريد من، هذه ليست مي، من من جيبها مع قبلها واللي بعدها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رجعت عن النظر ليش؟ وتزودوا فإيش؟ دو فإن دو فإن لا أنا دمبر الواو الواو. وتزود إيه والله ما جابنا عدال. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن لا 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 كسرة الهمزة. فإن خير فإن خير ها فإن مو فإن 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 يلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيوة. واتقون يا أولي الألباب. أيوة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لا هو أيوة شوف ليس عليكم جناح أن تقوم صيح عليهم تبتغوا. لا 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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرف. انتظرك على هاي الكلمة، أنا عاد انتظرك تراها والله يمكن هاي من البارحة لي اليوم هذه ايه. فضلا وأفضتم ايه. يعني يمكن حتى الطلاب سمعوني اليوم الكلية يعني انت ما شاء الله راحت على الطلاب. ما خلصت امتحانات يعني؟ خلصنا البيحة بس يعني اكو طلاب يعني عندنا يراجعونا. طيب اسمع. فإذا أفضتم بعد جيد جدا عتروح انت على المخرج مالتها، لكنه اريد تنطيها بعد الرخاوة والاستطالة وارد اسمع التفخيم مالتها المرتبة الرابعة. أفضتم أفضتم فإذا أفضتم. يلا كمل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بعد رقق الحاء الحرام. عند المشعر الحرام. أيوة يا عمر نعم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل. لا لا ما عندك الآن إن كنتم استعجلت النون مع الكاف، جبت النون مع التاء لكنه استعجلت النون مع الكاف. إيه لا تستعجل. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لمن أي صحيح لمن. أنا عاد انتظر وراها. لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. الغين لازم تكون بجريان للصوت ولا قطرة نفس ما فيه. ليش؟ لأن الغين والخاء متجاورتان في المخرج. الخاء يجري فيها صوت والنفس، الغين الصوت من غير نفس،
فإذا أجرينا شوية شوية بس نفس في الغين أشممناها خاء. فأنا أريد شوف أريد إيش؟ غ غ غفور غ غفور غ غفور يلا إن غفور إن الله غفور. عندك الهمزات اليوم المكسورة إن 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 الله غفور رحيم. ما صفي الغين صفيها. إن الله غفور رحيم. ليش غفوفوفو ما لها علاقة الفاء تروح من عندك الهمزة المكسورة. إن الله غفور رحيم. خليك مرتاح عمر، هي ما قصت انه انا انتكع عليها. إن إن لا شوف إن إن لا لا دقيقة أرجع إلى حالة الحرف لوحده. أ إي أو ما هي أتقولها إي يا إي إي وتجي تقول بعدين إن إن. اسمع اسمع الفرق أحبتي الأكارم، يعني أنتم اللي الآن تتابعون الله تعالى يرضى عنكم، هو الآن لما يقرأ الحرف لوحده هيقول إي، لما يجي يربطه بالنون يقول إن. في فرق هنا، اختناس للكسرة، الله يرضى عنكم، فلازم أعطيها حقها. يلا إن 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 أيوة إيه 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 إن إن الله غفور. لا ما أعرف شيخي والله، ما أطيق أقوله فرحا. لا 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 إن الله لا قول الحرف لوحده. أ إي أو ها ها شفت إن لا عتقول إن إن ما من من أكسرها زايد تقلع تتكى عليها. ما ما يريد ما يريد يكون عندك اتكاء ولا يريد يكون عندك تكنيك. إن الله إن الله هذه إن أنا أريد إن إن إيه إن الله يلا كمل إن الله غفور رحيم. الفاء مفخمة عندك في غفور 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 رحيم. لا الغين هذه فيها نفس تشممها خاء. غفور رحيم فخمت الفاء غفور رحيم غفور غفور ايوه غفور رحيم. يلا كمل فاذا قضيتم مناسككم عندك يا لين فاذا قضيتم مناسك نريد ان نتفهم قضيتم والله شيخي بعد ما راح اجيب كل شيء اسكت خلي على الله ما انت خباب اول راح هسه راح ابعث لك هسه راح ابعث لك التسجيل وتطمش لا اله الا الله لا اله الا الله والله شيخي والله العظيم البارحه طلعت بالست بالخمسة العصر ورجعت تقريبا التاسعة والنصف تعرف ايش قاعد اعمل انا وقاعد اسوق الموبايل امامي والصفحه امامي وانا اعيد واكرر بها هذه خاصه هذه الصفحه وسجلتوها وضبطت كل هاي الاشياء كلها اللي قلت لي عليها سبحان الله هي كنت ادقع بيها بس اخر تسجيل كان تمام سبحان الله. يلا
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ها جيد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. استعجلت على الغنة. حسنة حسنة نعم حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. تعبت؟ لا أنا ما تعبت، بس إذا أنت مستعد الصحالي. الله تعالى يرضى عنك. الله يرضى عنك يحفظك شيخنا. طيب مريم عفوا آه. أنا ما أكو شخص يعني على تعليق يعني تعليقه ما كان حلو بس ما حضرته لأن والله أخجل. كتب يعني إذا كانت هذه أخلاق أهل القرآن فلنرحل بكرامتنا. ما أعرف يعني هو راد يصعد يعني أنت كاتب الإتقان في القرآن قروب السند. قلت له الأخ أبو مريم كاتب لك التوضيح يعني. فسبحان الله أكو ناس يعني إلا نحضرها والله أخجل والله ويا نفسي حتى مرات أحزن داخلي من أحضر شخص. فيعني ما له داعي يعني تكتب كلام أي شخص تكتب كلام ما حلو بالتعليق وأنت مسلم يعني هذا كلامك. إحنا يعني الأخ أبو مريم مو ما يريد يصعدك وبس كاتب المعلومة شنو، وإحنا كنا بتلي يعني بغير جروب يعني ما نريد أن نتكلم يعني. فهو من ما يصعدك ما يعرفك اصلا، بس ماكو داعي يعني تتكلم يعني على اساس تضربنا مسمار او فد. انت عندك اخلاق واحنا ما عندنا اخلاق. طباب انا ما مركز يعني ما اشوف التعليقات، انا مغمض عيني او انت تعرفون الشغله شنو. بس القضيه وما بيها انه تخيلوا اللي متابعين معانا الله يرضى عنكم، اللي متابعين معانا قولوا انتم استفدتم ولا ما استفدتم. يعني يصير عندنا احنا الان تفكيك للحرف وللكلمات والتصحيحات والميكانيكيات. زين اكيد اللي قاعد الان واللي همه اتقان التلاوه راح يقول لك والله انا قاعد الان مستمتع جدا بما يتم من تصحيح. راح تشوفون انه الكثير يقرا ان الله، ما حد يقرا ان الله. انا والله ما اعرف عن هذا اختلاس. او انه مثل هذه كلمه افمتم، انه انا شلون اقراها؟ اقراها ضاء، اقراها مقلقله، اقراها شلون اجيبها ونعيدها وتسمعوها ونصحح ونروح ونجي. ف انقطعنا عن التصحيح احنا، بس كنا موجودين على جروب عندنا جروب. هذا الطلاب اللي تشوفوهم امامكم هذول طلاب السند، هذول طلاب السند. ما لعب انه ده نلعب بالبثوث وكل من يقرا ويطلع وينزل وما اعرف ايش، لا هذول الناس طلاب يقرؤون يريدون الاجازه والسند لانه ناس مجتهدين. شفتوا يحضرون الصفحه 6 ساعات 7 ساعات حتى يجي ويقرا. زين ماهر اقرا. عفوا أستاذي قبل ما يقرأ ماهر، بداية جزاكم الله خير الجزاء، ثانيا دخل عندنا صلاة وقت صلاة العشاء إذا تأذن لي يعني أستاذي. إيه نعم خذ راحتك. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا البث ما مسجل، هذا البث الآن ما مسجل هذا البث. يا ماهر. نعم شيخنا ماهر. الصوت صوت. واضح ان شاء الله؟ واضح. طيب بسم الله. شوف اللي طاها وين طاها؟
شيخنا انا اليوم كنت اتكلم مع ادم والحسين، ما كانوا يعرفون بالجروب صراحه، شو ما يعرفه؟ خبروني انه ما يعرف الحسين، ما يعرف وادم ما يعرفون هذا الشيء. ادم يعرف، ادم اصلا بالجروب داخل، وحسين ارسلت له رساله، انا اتذكر كل الزين موجود زين، و سبحان الله هذا الحسين كان موجود والله. لأن هم اللي خبروني ما كانوا يدرون. كمل اقرأ. ما يسمح 24 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنت الآن من راح نلغي النون هذه، ولكن أنت استعجلت عليها، ولكن لا تشعرون، هي راح يصير عندك لام مشددة، الله تعالى يرضى عنك. عفوا شيخنا، عذرا على التدخل، يقتل بالضم، هو قال يقتل، عفوا شيخنا، لأنه هذا نعم. لحن جلي. نعم نعم أعيد من جديد. يلا يقتل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا عندك انت أحياء ولكن لا، ولكن لا، لا أحياء أحياء عندك الغنة. لا مش أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. لا تقلقل التاء، نعم شيخي. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مثل ما جبت اللون المشدد الأولى، إنا لله وإنا إليه، هكذا النونات نفس الزمن، الله يرضى عنك. نعم شيخ، نعم سبحان الله، لكن دائما مركز عليه، لكن سبحان الله. إنا لله وإنا إليه. أعد نفس الزمن، تختلس أنت، عندك الغنة أكمل ما تكون بالنون المشددة، نفس الزمن يكون بالغنن، فهذه طويلة وهذه قصيرة. أيوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعد ما متساوية إلا تتساوى.
شيخنا هو بعض النواس المشددة هنا مد جاز موت انت دعك من المد الجائز الان، انا انه انت لانه اتحضر نفسك للمد الجائز اتختلس لي الغنه مال النون المشدده الثانيه. كيف راح تكون القراءه يا شيخي؟ ما قرأت لك اياها الساعه الان. بس عيدها انا لله وانا اليه راجعون. نعم شيخ، نعم شيخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شوف هذه مر، هذه شلون جبتها؟ ما اعرف انا منين كنت اخذتها. مر مر ربهم مر ربهم مر ربهم فخم مر 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 ربهم فخم الراء، ارفع اقصى اللسان. مر ربهم لا تكرر الراء فيها تكرير شويه. نعم شيخنا انا عندي ضعف في هذا الموقع. لا ما كان عندك ضعف، انت من دخلت معايا ما كان عندك ضعف، ما اعرف شنو اللي صار عندك. بعثت لي مقطع مره من المرات لاحد القراء يكرر الراء فانت قمت ونذر ونذر ما اعرف ايش قمت تسوي بعدين. نعم نعم شيخ صحيح صحيح. نعم لا لا مش التوتر، مش التوتر، لا لا. من رب سبحان الله. مير رب مير رب مير 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 ربهم مير ربهم بعد مير ربهم بعد مير ربهم. نعم واكتبها عندك هذه في الأجنة. نعم من ربهم أركز الله تعالى يرضى عنكم. نعم شو كتبت عني؟ نعم وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة سبحان الله إذا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس. لا لا عندك الياء مشددة أنبرها، لكنه ناهو ما أنبرها آني. زين أنت الآن عم تقرأ بسماعات، بخلي سمايك مسماعة مخلي؟ أي خلي بس سماعات لأنه صوت ما يجيني واضح كثير ترى. ها
سبحان الله. اه شيخ تسمعني؟ ايه هسه الصوت واضح؟ بس اسمعك. ايه ايه خوش، الصوت واضح هسه. يلا شيخي قلت لي شو النبر كان؟ بيناه، لا تنظر لي، ناه. بيناه نعم. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أعد نفس الحرف. الرحيم. الرحيم ما عاد تتكرر عندك سبحان الله ار شوف ار 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 الرحيم التواب، الرحيم اربطه مع التواب. التواب الرحيم. تحتاج انه تتدرب عليها نعم عنك. والله شيخي، ها كتبت أيضا في الملاحظات إن شاء الله. إن الذين كفروا وماتوا كفى. كفروا يلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الراء ما جت أيضا طبعا وخفت بالثانية، الراء مال الرحمن صارت الرحمن، وبعدين الرحيم اختفت عندك من الخوف اللي عايصير. ما لا اعرف والله شغل ليش صار هذا. لا ما كانت الشكل عندك، انت مؤخرا صارت عندك الشكل. اي والله سبحان الله. ما كانت الشكل، ما اعرف انت من تابعت، ما اعرف تابعت هذاك القارئ وصارت سبحان الله كانت ايه اخذتها من عنده ولطشت عندك. ايه سبحان سبحان الله، الله ما انا خفت منها والله سبحان الله. وصارت عندك من الخوف، صارت عندك هسه الان، فركز لي الله عليها. الله يرحمه تعالى يرضى عنك، الله يبارك فيك. وفيك بارك شيخ. ابو زيد حاضر ولا لا؟ السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. صوت مسموع إن شاء الله؟ مسموع. يعني هذا من أذان المغرب إن شاء الله. يا الله. شيخنا إيه قول؟ قول لي شيخنا، هذه الآية راح تسجل هاي التلاوة غير وتنزل؟ هذه تنزل، نعم تسجل وتنزل على اليوتيوب، نعم. والله لأنه يبارك. طلبوها من هالشكل. أنا ليش طلعت ما سويت بالجروب يعني بيناتنا؟ طلعت لأنه يريدون، قالوا احنا نستفيد من تصحيح الأخطاء، خاصة بناتنا وأخواتنا، قالوا احنا نعم. نستفيد من تصحيح الأخطاء، هذه الميكانيكيات احنا نتعلم كيف نقف عليها
حتى المعلمين والمعلمات قالوا نركز عليها بحيث أنه نستفيد منها يعني نفسنا وطالباتنا. فمن هالشكل سويت هذا مسجل، الله تعالى يرضى عنكم، حتى نفيد ونستفيد. لا شيخ، هو في إفادة أيضا لنا نحن حتى نراجع الأخطاء مالتنا تسمعوها. صحيح. لا جزاك الله خير. أيوة وجزاك. يلا يا أبو زيد. صفحة 20 إن شاء الله شيخ. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخ منك أخ. ما استعدلت ما؟ لا طبعا ما، ولا لها علاقة بالاستعداد، لا من قريب ولا من بعيد. زين. را 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 راجي راجي. قول عوف الألف واللام. قول را راجيم را راجيم. شوف مش محلاها ساعتها الآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وين يصير عندي المشكلة؟ لما أنا أريد أشدد. فالآن را 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 را. وشوف لي أنت هالشكل، تعرف اريد تركيزك وين؟ غمض عينك السلام، مثل ما انا مغمض عيني. غمض عينك، غمض عينك ابو زيد، غمض عينك. نعم. وين؟ نعم. وين؟ تخيل نفسك انت اخذت ميكروسكوب، اخذت مجهر ودخلت بهذا المجهر الى وين؟ فتحت حلقك ودخلت انت بالعدسه مال المجهر الى حلقك. ها وانت تقول را، قول را، قول را را. غمضت عينك؟ را. غمضت نعم. عينك؟ غمض. دخلت العدسة نعم. إلى الفم؟ دخلت العدسة للفم؟ نعم شيخ. قول را. را. زين، إيش عشوف؟ را. إيش عشوف؟ يعني أشوف اللسان، حركة اللسان يعني شلون نقول، ما أعرف شلون أوصفها، يعني عيصير بالسقف لسه يعني يلتطم هناك ويطلع اقوى يعني. حدد لي، حدد لي اي جزء من اللسان. اما تقول لي اللسان، انا اللسان طويل ترى عندي، انا اللسان مترين ونص. الله يرضى عنك. حافة اللسان. حافة اللسان شيخ، حافة اللسان. انا عندي مشكلة اكتشفتها اليوم، انه عاد اروح لل يعني الطرف اكثر ما عاد اروح للحافة الامامية يعني. طيب. فأنا أحاول يعني بالعكس أروح على الطرف الآخر حتى ترجع إلى المنتصف يعني. إحنا الآن لما تقول را را، أنت الآن تشوف نهاية اللسان يرتفع عندي. هذه أول نقطة، أنه أنا أريد أحقق قضية التفخيم، أنه نهاية اللسان أقصى اللسان أرفعه. وعد أشوف أيضا طرف اللسان اللي هو مقدمة، هذا مقدمة عيجي وين؟ عيجي يضرب بالمنطقة اللحمية ما بعد الثنايا العليا اللي هي وين؟ أن الأر، أن الأر. فعيصير عندك هذا القرع الجميل لما عجيبها را راجيم را راجيم. قولها را راجيم. أنا نفس الحالة هسه. ها هذا الـ هذا الـ هذه الميكانيكية اللي موجودة عندك واللي هتشوفها، أريد نفسها تعملها بلسانك لما تقول الرجي الرجيم الرجيم الرجيم. شوف الرجيم. شوف الراء الثانية عتيجي نوعا ما بها تفخيم وجيدة لا بأس بها، لكن الراء الأولى عندنا مشكلة فيها. ركز ركز بعد. الساكنة. يلا. الرجيم. اها الرجيم. اشتغل على هذا الاساس. را رجيم را رجيم الر الرجيم را الر الرجيم. يلا ان شاء الله اقرا شيخ. يلا تفضل. وإن يرفع إبراهيم. لا شوف شوف، هاي مال انه تخفض لي الصوت وعلى مود والله ما يبين وما اسمع،
وإذ يرفع هاي الكلاوات هاي الحيل مو عندي يعني صوتي يعني اخاف لا يسمع صوتي اقوى، هو ما يعني صوتي بالطبيعي اقوى شيخ. ما تشتغل هاي، ما تشتغل عندي أنا أريد. وإذ يرفع إبراهيم خباب، سمعت خباب صديقك أبو زيد شلون خفض صوته بالوئيد؟ صوتي يعني هو اقوى شيخ، بس انا عاد نصي صوت يعني خاف لا صوتي يعني يكون قوي يعني اكثر من تمام. انت هم مدرس ومعلم، حالك مثل ما قال البارحة ابو مصطفى. ايه يلا يعني بالتدريس شيخ يعني حتى الصفوف الاخرى يسمعون صوتي. سبحان الله. يلا على كل نقرا بصوتنا العالي ان شاء الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بس عندك وإذ ي، ما أقول وإذ ير، شوف الآن ير أنا فخمت الياء من غير ما أشعر، وعندك القواعد، وين القاف المفخمة مرتبة ثانية؟ القواعد القى وليس القى وليس القى يا أبو زيد. إذن ماذا سأقول؟ وإذ يرفع ها يلا وألقى القواعد يلا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سين سمعني سين. وإسماعيل وإسماعيل سين ضعيفة. وإسماعيل احاول انه تنطيها راحتها ولا تطبق بين الاسنان بحيث انه يموت عندك حرف السين. لا تطبق الاسنان، الفك العلوي مع الفك السفلي لا تطبق، خلي مجال ما ينطبق. وإسماعيل اي لا تطبق، زين كمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع السين العليم. السين 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 يعني يكون السين ما تطلع ما السين ضعيفة جدا. إنك أنت السميع العليم. لا ما راح اقول انا السميع شوف عل لا السميع اقل القطر التكوير ما اقول عو السميع العليم. السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لا لك. لا 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 جيم جيم وجعلنا ربنا واجعلنا مسلمين وجعلنا لا تقف لا تقف على الجيم، تقف على الجيم لا تمسك الجيم تضربها وتهرب. وجعلنا وجه مسلمين وجعل لك. وجه لا لا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. شيخ الراعي هذه مع ذريتنا كيف كانت؟ أعد ما ندقل لك أعد السلام راح ترجع مرة تلخ عليها تكمل. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. لا عندك الآن نفس اللي قاله محمود أمة أو أنا أقول أمة أمة وليس أمة أمة، خليها بالك
كنت مركز على الرعمة الذريتنا يا شيخ، البارحة وقفتني عندها. يلا خلصت من التركيز مال الراء، خلني اشوف هسه الان مال الامه. نعم، يعني هم كان يمكن قبل شوية من قراءة كان أمة، أنا هم يمكن نفس الشيء. نعم، أمة مسلمة لك وأرنا مناسك. لا أمة، ما تقول أمة مسلمة، لا أمة مسلمة لك. أنا قرأت بتشنج يمكن. تمام تمام أمة لا لا لا، ليس أو، ليس أو، ليس أو. أمة لا ما أو، ما أو، لا قلل قطر التكوير يا أبو زيد. ما أو، 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 هي آ إي أو، آ، ما عندي آ إي أو، أو، أنا عندي أو، أو. أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وتب علينا، هذا شوف لما نقول علي، شوف 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 شوف، هذه كأنه أنطيها نوع من الشدة، هي يا لينا. وتب علينا، علينا مو علي، علي. دير بالكم يا أحبة، قضية عليكم، عليهم، علينا، الله يرضى عنكم، هذه بها نوع من الشدة وهي لينة. وتب علينا، وتب، وتب، لا وتب علينا، وتب علينا. كمل. إنك لا. لا لا، مو إنك، مو إنك. إنك أنت التواب الرحيم. شوف الآن الراء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ أكرم. إنك أنت، إن ما تضرب لي إياها، إنك، لا تنق نفسك، دائما خذ القاعدة باللطف في النطق، زين، بلا تعسف. إنك أنت، يلا. إنك أنت التواب الرحيم. ما ترجع، احنا نرجع لنفس المشكلة اللي هي الراء المشددة بفتح. الراء، الرحي، الرحيم، را، قول رحيم. رحيم، رحيم. دخل، دخل، لا لا لا، دخل، دخل المجهر، دخل المجهر على حلقك. يلا شوف لي نهاية اللسان شلون يرتفع. يلا 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 يلا، رحيم، را را را، رحيم، را، رحيم. ايوه الر، يلا الرحيم. دائما تشغل لي هذا المجهر الميكروسكوب، واذا تشوف النوعيه قديمه تنزل على شارع الاطباء وتدور لك على نوعيه مجهر جديده وعدساته مضبوطه حتى تفوتها دائما بحلقك، وتنظر وتشوف من هذا المعكوف، يعني يكون هالشكل ماكو معكوس، شايف هذا حرف يو، حرف يو، زين، حتى تنظر ايش شكل، تخليه على عينك، وبعدين وهذاك اليو وين فايت، فايت جوه حتى تشوف نهاية لسانك. يلا. ربنا وابعث، لا 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 لا، را را، رب، ربنا، را، ربنا، ربنا وابعث فيه لا رسولا. لا تمسكها، شوف مسكت الجيم مال وجعلنا، وجعلنا، القلقلة تضرب المخرج بسرعة وتهرب،
بس وب وبعث وب وب وبعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم زين يتلو عليهم آياتك ويعلمهم لا 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 ما عندي إمالة أنا ما عندي إمالة آية ما عندي آياتك آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب مهم ويعلمه ويعلمهم ما ويعلمهم يا أبو زيد يا أبو زيد يا أبو زيد ويعلمهم الكتاب لا 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 ارجع 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 الى حاله الحرف لوحده ها هي هو يلا قول كيف كان الشيخ؟ شنو كيف كان؟ ها هو ها هو ها هو ها هو ها هو ها هو هم هم يعني أعيد ويعلمهم هم راح يخليني أبو زيد حتى أنسى اسمي ها هو أنت حالة الحرف لوحده مع الحركات عندك ها فتحة ها ضمة ها كسرة يلا جيبها ها هو هم احنا نقول ها هو هم ها هي هو 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 ما عندي هو الله يرضى عنك ما عندي هو شوف ها هي هو هو هم وليس هم هم ويعلمهم غلط ويعلمهم صح من غير سحب ضمة الهاء إلى الميم تفضل ويعلمهم الكتاب والحكمة أعد ورقق الهاء رقق الهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم كيف كان الشيخ؟ وهذا أقول لك نعم نقول نعم يعني انتقل إلى ما بعد ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم شوف هاي ايش قد حلوه لما تكون مكسوره شوف ويزكيهم لكنه وين المشكله عندنا لما تكون الهاء مضمومه ولما تكون الكاف مضمومه لما تكون التاء مضمومه نعم انك انت العزيز الحكيم حسبك ابو زيد يكفيك هكذا اليوم اي لانه احسن هسه لا ما انا هسه الان محافظ على اسمي اذا ابقى معك شويه الاخ راح انسى اسمي فخليك هالشكل كفي بارك الله هاي الراء مع الرجيم انا 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 يعني... لا جيد اليوم احنا بالنسبه للراء احنا تقدمنا احنا الان جبنا الراء المفتوحه وعنجيبها وشويش بس شنو حجي عمر انت بدهوك حجي عمر اذا ما شاف هذا الميكروسكوب الحرف يو بلكي تلقينا بالموصل بلكي موجود الله يرضى عنك صار شيخي يصلوا ديليفري ليدوك وحرف يو يعني بحيث انه يخلي على عينه وبعدين هذاك يفوته بحلقه ويشوف لسانه الله المستعان نعم طيب يلا عمر اقرأ يلا اكرم الهلال
والله يا شيخ أكرم، الله يرضى عنك يا شيخ أكرم. طيب شيخي راح أقرب التحقيق شوية حتى تبين عندي مخارج الحروف. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا كنت قاسي شوية عمر، خليك بس رفقا بالهمزة. أنا دائما أقول لك هذه أعوذ بالله، والشيطان شوف هذه شيء من الشيء من الشيطان الرجيم، وما أنا أعوذ، شوف إيش حيصير عندك عمر، شوية حيصير عندك تحقيق زايد عن اللازم، تركيز على المخارج، مثل الهمزة المكسورة اتكأت عليها، هذه الهمزة المفتوحة أريد تكون لطيف ورقيق فيها، الله تعالى يرضى عنك. أعوذ أعوذ بالله، وها والشيطان الشيطان، لأنه أنت راح تكون عندك يا ليون، فأنا أنطيها ليون وسلاسة، ما أنا أقول شيء هكذا، خليك هادئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر الله في أيام معدودات. دائما عمر ايش اقول انا في المحاضرة؟ اقول عندك حركة، هذه الحركة راح يجي وراها إدغام أو إخفاء، أنا ماذا أفعل؟ لازم أتم الحركة، وخاصة لما تكون كسرة، شوف هذه أيام، شوف 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 من، أما أقول أيام مما، هنالك اختلاس للكسرة. أيام معدودات، تمام الآن؟ نعم كبر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن ما أخذت النفس، لا ما 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 مقبولة، خذ النفس. لما تقف على عليه أريد تقف أنت مرتاح. نعم. ومن تأخر فلا إثم عليه. لا ارجع لي، ومن تأخر عاد شفت انه اكو تاء تاء بربالة. ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. اي. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جميل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة. صارت قوله. قوله. أنا أريد قوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء لا تستعجل بالغناء نعم نعم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ما شاء الله لا قوة إلا بالله طيب الله يرفعك يا عم ما شاء الله سبحان الله وبحمدك استغفرك واتوب اليك جزاك الله خير ابو مريم الله يحفظك يا موحد ايش سمعنا يا موحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك شيخي بارك الله فيك الله الله عذرا عن غيابات شيخي والله يعني كان عندي اختبارات جامعات في الكليه والله اخي انا ما اعتب على احد يعني كل واحد عذره معاه وكل واحد مشغول وكل واحد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن صلى الله سبحانه وتعالى يوفقكم وين ما كنتم الله يرضى عنك الله بعض الآن الأخوة الأخوات اللي طبعا طلعوا ورادوا يطلعون جيست وكذا هذا هذا البث الله تعالى يرضى عنكم هو بث للحصول على الإجازة بالسند برواية شعبة هذا اللي تشوفوا هاي الدروس هذه الدروس وهذه التدقيقات وهذه الملاحظات وهذه التصويبات وهذه التصحيحات خليناها قدامكم الله يرضى عنكم حتى أنتم تستفيدوا من عدها لأنه بفضل الله عز وجل لن تجدوا مثل هذه البثوث في التيك توك أو في اليوتيوب قل ما تجدوها ونادرا ما تجدوها كل من يقرأ ويمشي ومع السلامة احنا نريد نتعلم واحنا نريد نتقن فركزوا الله يبارك فيكم نعم تفضل يا موحد شيخي نبدأ من الأول إن شاء الله لو تحب كيف ما تحب ما قصة أنه بحب ما أحب ليش أنه أنت شنو اللي فكرك أنا أحب الوعد إن شاء الله الوعد اللي كان بيناتنا الوعد اللي بيناتنا ما والالتزام والالتزام شلون والله أنت اللي تحبه شيخي يلا خير ان شاء الله هنا شو ما يقول انت توم راح ننفذ لا لا اقرا لي الصفحه 18 اعوذ بالله الرجيم انقطع صوتك ما سمعتها وقال معني يا شيخ ايه ما انقطع صوتك ما سمعت الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعد لا تنبر لي اياها الله يرضى عنك الله يرضى عنك لا تنبر لي اياها
أعوذ بالله من الشيطان. بالله ما في عندي نبر هنا. أعوذ بالله من بالله ما عندي نبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ارجع على أعوذ ضم العين الشفاء جيدا فيها، الله تعالى يرضى عنك، ركز لي عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم نيني شيطان الرجيم شيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. انطيها ما راح اقف بالمد 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 بالمد. انت قصرت ما انت ما عاد تقرا حدر حتى تقصره هالشكل. نفس ايش يعني دام اي هذا هو خذ النفس، سيطر على النفس، الله تعالى يرضى عنك. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كأنني سمعت شيء، يعني كأنه هنالك انقطاع بين شيء إن شيء إن لا نعم. لا تقطع الكلمة، لا تقطع شيء شيء نعم. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم. لا ركز على الحاء، هذه الحاء تعديت عليها كثير، لا سوي لي شحطه بها. يحكم هذا تجني على الحاء. فالله يحكم بينهم. لا أعد. يحكم. لا يح مو يح مو يح يح يحكو يحكم. نبالغ بالهمس. أنت تبالغ في الهمس بحيث تطلع عندي شحطة في الحاء. تمام. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بس اقرأ لي فيه يختلفون. لا اقرأ لي فيه يختلفون. فيه يختلفون. انقطع صوتك، أعيد مرة أخرى. فيه يختلفون. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا
سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون فإنما نعم فإنما يقول له كن فيكون. شوف الآن تعدد ثلاث مرات، لا تخلي لي فرق، أنا رأساً إيش أسوي؟ أذهب يعني كأنه أنا عندي كنف. شوف قل 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 أنف قل أنف أنف. شوف هذا المكان اللي أنا أروح عليه، سباطن الشفايه إلى الثنايا العليا، نفس الحالة كنف. لا أسويها أنا بعيدة كنف، هذا غلط، هي كنف كنف كنف، هذا هو الصحيح، لا تسويها كنف كنف. دير بالك، انطيني احساس. صار فرق بين المخرج ويعني صار مسافة، فالصوت والغنة تغير معه. صار مسافة بالضبط. نعم. فإنما يقول له كن فيكون. كن فيكون. شوف ما كن، أنت هتقول كن، بقرب لي باطن الشفاء إلى الثنايا العليا وحسسني بالفاء. بس كن فيكون. وَفَيَكُونَ. طيب هل قصر لي الغنة، قصر لي الغنة، الله يرضى عنك. وَفَيَكُونَ. ليش قلت لك قصر لي؟ حتى تجيب لي هذا المخرج، الله تعالى يرضى عنك، هذا اللي أريد أسمعه الآن. يلا وَفَيَكُونَ. نجيبها طبيعي الآن. نعم وَفَيَكُونَ. أنتم الموجودين الآن أحبتي، حتى الموجودين الآن بالجيستات، كلكم الآن اللي فعلاً يريد يتعلم راح يلاحظ هذه الملاحظة وراح يركز، خاصة كثير من عندكم عنده مشكلة النون مع الفاء أو التنوين مع الفاء، إخفاء. الآن هذه النقطة لازم نركز. مثلاً ينفقون، قل ومما رزقناهم ينفقون، اقرأها. ومما رزق رزقناهم ينفقون، هذا أيضا خطأ. سراج يقول ليش قلت له أنف؟ حتى أنا أبين رأسا ذهاب النون إلى الفاء، حتى تعرف أنت تحفظ المخرج الميكانيكية وين أنا أسويها بغنة الإخفاء مع الفاء. الآن هسه نفس الحالة صار عندك مشكلة، ينفقون أيضا صارت مسافة، ما هذا الصحيح، قصر الغنة. ينفقون ينفقون، هو هذا الإخفاء الحقيقي الصح مع الفاء. عفوا شيخي، اكو يعني يكون سبب اخر الى بين، اذا ما يوصل الغنة شيئا ما الى مخيشوم هم يتغير الصوت؟ ما فهمت ايش تقصد، او ما فهمت السؤال. الغنة مخرجها الخيشوم المعروف، إذا ما يخرج من الخيشوم بصورة صحيحة يتغير الصوت، هم يكون مصحيحة. طبعاً. أنت راسل عندك اتجاه الخيشوم، بس أنا لازم أكون عندي تحكم في المخرج، لازم مسيطر على المخرج أيضاً حتى تطلع عندي الغنة الصحيحة اللي أنا أريدها. فما يصير أنا عندي فاصل. زين؟ تمام شيخ إن شاء الله. وَفَيَكُونَ. نعم. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ. شوف أنت عندك في تأتينا أو تأتينا تينا كذلك، هذا نبر، هو ما موضع النبر. تمام
أو تأتينا آية لا أو تأتينا آية كذلك قال ما نحن كذلك أو تأتينا لا تنظر أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قبلهم مثل لا تأكل الغنان قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بال معي اسمعني بعد واحد أعد أعد مو إن مو إن مو إن مو إن 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 نعم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بارك الله فيك جزاك الله خير طيب الله أنفاسك و بارك الله فيك الله أن ينفع فيك وانتبه للملاحظات اللي حكيناها وحضر الصفحة اللي بعدها إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خير الله يرضى عنكم وهذا البث راح إن شاء الله تعالى ينزل على اليوتيوب حتى لمن يريد أن يتابع التصحيحات والتصويبات والميكانيكيات يستفيد منها بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم الله تعالى يرضى عنكم وسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يحفظكم بحفظه أينما كنتم وأينما ذهبتم وأينما حللتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.